هلا على هاوس اوف بيسي طلعتيني هكذا مره. مدام نوها هي ون اوف ذا ديزاينرز، سو بدك تخبرينا شوي شو عندكم. شفت انا تي شيرت كثير على اللبناني، شفت قصص خارج البحر، خبرينا كيف طلعت الفكره وشو عم تعملوا. احنا بلشنا من 10 سنين تقريبا نعمل تياب ريدي تو وير، وان سايز للنهار ولا بالليل. انا بعد من 5 سنين بلشنا بالتي شيرتس، كل شيء ستيتمنت عن لبنان وغير لبنان. بلشنا اول شيء اي ووك اب ان بيروت، اخذت كثير جونا كفينا سيتيزن 961 الكود تبع لبنان، كثير مهضومه هي باي ذا وي. رجعنا لبنان على لبنان، بلشنا كلهم 100% كوتن 100% قطن، الطبع هاي فيري هاي كواليتي بالمطبخ والغسيل. وعنا عنا تي شيرتس في نك، عنا راوند نك تانك توبس، كمان عنا وان سايز بيجو وان سايز بيلبس السمول ميديوم لارج. ونرجع عنا كمان البيتش بيتش وير، بيتش وير مهضومين كثير على الباي كوتن، كله كوتن كله كوتن، يعني هيدا سبيشاليتي كوتن. هيدا الاول سكشن اي. اوكي نرجع عنا غير اشياء كمان شورت والتوبس والكابتنز، عنا لونج وشورت، عاملين كذا موديل. نرجع هول اللونج وان انتو كله produced in Lebanon. Yes. انا عم بركز اليوم على الصناعة اللبنانية والانتاج اللبناني والديزاينرز اللبنانية. كيف طلعت معهم الفكرة؟ شو مهضومة هيدي عليك؟ هولي it's a house of crazy مظبوط هوك اتش مع الهارت والبي حطينا كتير الديتاي مهضومة عليك، كله مطبوع كله ست للولاد كمان للولاد. كيف تقريبا الاسعار؟ عنا الليبل تيجي كمان كات من ورا different cuts، مانا تي شيرت عادي ولا فستان. it's our special cut. بس تلبس فستان لا؟ هيدا فستان إيه. بس نحن هيدي الكات لكل التي شيرت تبعنا. اوكي يعني كل يعني هيدي it's your signature كأنه مظبوط. عندنا كمان للسنيورينا ليش كيف الأسعار؟ اوكي كيف الأسعار؟ في $50 حسب الكات يعني كمان يعني لحد ما بين وبين من ال 30 لل 200. اوكي هيدا البرايس. في عنا كمان من تي شيرت. اوكي عنا هو شو ثاني سكشن كنت عم تقولي لعنا؟ ثاني سكشن هون هولي بدي هولي بدي وعنا عنا الكراب مهضومين كثير الوان، بدنا نشوف من ورا مهضوم بلاك دايما بلاك داي نايت بلاك هيدا كمان جرين دور كمان عاملين هون. هو تقريبا نفس الشيء بس ريبيتد باي كالر. انا لا كمان مثلا انا هيدا مهضوم اتس فيري هيك سامري. سؤال نحن اليوم اذا بطلنا بالمعرض وين العالم فيها تشتري يور برودكت؟ نحن عنا اتوليه بمارم خايه وعنا بنعطي كذا محل وعنا كريم بالصيفي وانستغرام اكيد. اوكي على انستغرام فيهم يسالوكم هاوس اوف بيزلي اذا كنت فولو هاوس اوف بيزلي وبيشوفوا كل الكونتاكت نمبر وذي كان مسج اس وي ديليفر على كورير اول اوفر. شرفنا. Thank you so much. Thank you. Nice. And good luck. Thank you. بكرة. اليوم. Yes. بكرة. Good luck. Thank you. كنا مع House of Paisley. هلا رح نروح على غير ستاند ونشوف كمان بعد صناعة لبنانية وديزاينرز لبنانية that we are proud of.